كنت كيشدني حرق بزاف، كيعطيني حرق العينية بزاف، كنشرب تقريبا حتى 4 حتى 5 دواية في النهار بلا كيهني هادشي عليا. داك الحرق اللي في راسي كنبقى نتقلب في الارض بداك الحرق، ما بقاش كنتلي بغا شي حاجه في راسي. هذا المشكل كلشي كيسمح اي حرق بالراس كيسمح الشقيقه، وهي الشقيقه واحد النوع بوحدو في الالم ديال الراس. في بعض الحالات كاين الحركه ديال الراس يقدر يكون ناتج على مشكل في الراس. دونك كاين بعض المرضى غنديروا مانيتوثيرابي، وحده اخرى غنديروا لهم التنس، وحده اخرى غنديروا لهم جوج او ثلاثه الحوايج في نفس الوقت. المشكل ديالي راسي بداني برمضان، انا قلت واقيلا حرق عادي ديال رمضان، كيجي ديك 3 ايام الاولى كيكون الحرق عادي، بقيت غادي وكيتزاد عليا غادي وكيتزاد عليا الدرجه ديك السيمانه الاولى ديال رمضان، ديك الايامات الاخرى ما بقيتش قدرت نكمل الصيام. دابا 3 سنين هادي باش كيشدني الحرق ديال راسي، كيشدني من الراس هكا تيهبط ليا هنايا، تيشد ليا عظامي كلهم كيشدو ليا من هنا من جد عندي. كان كيشدني حرق الراس بزاف، ومن بعد مشيت عند طبيب المعده كيقول لي وقال المعده اللي كضرك وداك الشيء، مشيت دوزت عند طبيب المعده، من المعده دوزت عاوتاني بدا كيشدني حرق في العينين، مشيت عند طبيب العينين عاوتاني من طبيب العينين لقيت هادي كنعس، ولكن كتوصل لجوج ثلاثه ديال الليل كنلقى بارك حتى 6 يصبح الحال، كنشرب هذيك الفين ديال النعاس كنعس واحد نص ساعه كنفيق عاوتاني كيجيني الحرق، صافي كنبقى نبكي ودموعي ما كيتحبسوش من داك الحرق اللي في الراس. لي سيفالي ولا صداع ديال الراس، شكون فينا واحد النهار اللي معناش من الحريق ديال الراس؟ ولكن اللي خصنا نعرفو انه هاد الحريق ديال الراس ماشي ديما كيكون طبيعي وماشي ديما كيكون عادي، وخصنا غير ناخذ الباراسيتامول ولا ناخذ المهدئات ديال الراس وصافي غادي يفوتنا الحال. الحريق ديال الراس كيقدر يكون مخبي موراه شي حوايج اللي كيكونوا صعابين بزاف، وخصنا نعرفو انه فيه جوج ديال الانواع، فيه الاولي صداع الراس الاولي، وفيه ايضا الصداع الثانوي. السبب الرئيسي ديال الصداع الاولي فكيبقى هو الصداع التوتري، واللي كتكون النسبه ديالو طالعه بزاف خصوصا عند الناس اللي كيخدموا واللي كيضلوا النهار كله مثلا عندهم لوغير كونتيني. هاد الصداع الاولي شنو هي الاعراض ديالو؟ فالشخص كيحس بواحد الحريق اللي كيكون على شكل كاسك، يعني كيحس به على المستوى ديال الراس ديالو كامل، كيدور على الراس ديالو وكيحس به كيهبط على مستوى هنايا العضلات ديال الرقبه. فالسبب ديال هاد الصداع التوتري فكيكون هو التشنج، وايضا الناس اللي كيجهدوا راسهم في العمل وكيبقاو النهار كله فكيؤدي لدور هذا الصداع التوتري. ايضا كاين الصداع النصفي ولا اللي معروف بلا ميغران ولا الشقيقه، فهذا كيعاني منه الناس بزاف، والفرق اللي كيكون بينه وبين هذاك الصداع التوتري فالشخص كيحس بالحريق على مستوى النصف ديال الراس ديالو. كنستقبلوا بزاف ديال الناس على هذا المشكل ديال الم الراس، باش نكونوا نشخصوا الامور ديالنا بواحد الطريقه بسيطه خصنا نفرقوا الم الراس على جوج ديال الشقين. الم الراس اللي هو اولي يعني لي سيفالي بريمير، اللي يعني الحريق ديال الراس كيكون هو مرض، والم الراس اللي هو سيكوندير يعني ناتج على واحد المشكل اخر نقدروا نقولوا ثانوي، هذاك المشكل لا علاقه مع الاول. دونك ديجا الطبيب الاختصاصي في الجهاز العصبي ملي كيجي عنده المريض ديالو هذه هي استراتيجيه اللي كيخدم بها، واش اولي او لا ناتج على واحد المشكل، يعني كيكون الالم ديال الراس واحد العرض بحال الاعراض الاخرين ديال هذاك المشكل اللي هو السبب. بالنسبه للالم الراس الاولي اللي سيفالي بريمير اللي كنشوفوهم في العيادات ديالنا بطريقه مستمره، كاين الشقيقه اللي الناس دابا المشكل كلشي اي حريق ديال الراس كيسميه الشقيقه، وهي الشقيقه واحد النوع بوحدو في الالم ديال 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 الراس. كاينه الشقيقه وكاين النوع الثاني اللي غادي نقدروا نقولوا هو اللي كثير اللي هو لي سيفالي دو طونسيون، او الالم ديال الراس ديال ناتج على التوتر، هو التوتر ديال العضلات اللي كتكون دايره في بالجمجمه وكتعطي واحد النوع ديال الحريق وكنلقاو فيه واحد التوتر نفسي. السلام. صافا لاباس عليك؟ كلشي لاباس؟ دايره؟ الحمد لله. الله يبارك فيك.
كي درتي مع الدواء ديالك دابا؟ لا مزيان بالنسبة للدواء ديالك شوية مزيان الحمد لله. مزيان شنو هي مزيان عندك؟ مزيان لحقاش دابا المرة الأولى كنت تعطيني جوج كنشرب جوج في النهار. والمرة الثانية دابا شوية ملي بديت كنقص السوايع الأولى شربت الدواء ديال الحرق وليتي كتاخذي غير الدواء ديالك العادي. العادي. ديك الحبة في الصباح وحبة الحبة في العشية. حتى من النعاس وليت كنرتاح شوية. الحمد لله. الماكلة شوية وداك الشيء كلشي مزيان الحمد لله. يعني حتى في النفسية ديالك ارتحيتي شوية. انا عندي واحد السؤال بغيت نسولك من ناحيه العمل ديالك معناتي العمل ديالك كيحتاج تركيز بزاف وعندك كتلاقي الناس بزاف كي حسيتي براسك الايامات الاولى كانت صعيبه عليا شويه ملي كيشدني الحريق كنت لما تسكيت واحد 10 دقائق لربع ساعه ما كيفوتنيش دابا الحمد لله ملي كنشرب هاد الدواء الحمد لله دابا وليت مزيانه مزيان الخدمه مزيان حتى منشوف ولا ديك الساعه ما كتشدني شقيقه شويه كتغمضوا شويه العينين داكشي دابا الحمد لله كان عندي مشكل دراس كدرني بزاف شحال هادي شي 6 سنين نقول لك ولا 7 سنين كنت كيشدني حرق بزاف كيعطيني حرق العينيه بزاف كيعطيني الالم بزاف كيعطيني واحد الشقيقه من هنا عينيه كيبداو بحال كان بحال عينيه كتبدا تعطي واحد الاشعه هكا ومن بعد ما خليت ما شربت كنشرب الدواء بزاف كنشرب ثلاث تقريبا حتى 4 حتى 5 دويات في النهار ما كيهمتش عليا الا وخصني نبغي كنطفي الضو كندير الظلام كنخلي ما ندير وكاكو الشقيقه كتبقى شاداني بزاف 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 كتعطيني حرق ديال الكرشي كتعطيني ردان كتعطيني بزاف د الحوايج كيبقى الصداع راسي كيضرني بزاف بالاخص واحد النص هكا كيمشي هاد النص هكا كله كيعطيني حرق فيه دابا ملي درنا التشخيص ديالنا لقينا بان عندها شقيقه بكل ما في الكلمه من معنى يعني شقيقه ديال بصح اللي هي تري فريكونت كتجيها بطريقه مستمره فايتها التعريف ديال الشقيقه اللي خص يكون 15 اليوم في الشهر لمده 3 شهور هي عندها تقريبا 3 4 مرات في الاسبوع كان واحد التاثير سلبي على العمل ديالها دونك ان شاء الله نتلاقاو من هنا 3 شهور تبعي الدواء ديالك بنفس الطريقه هذاك اللي كيتخاد يوميا يعني يبقى ديما كيتخاد والاخر ديال الحريق على حسب جاتك النوبه تاخذيه ما جاتش ما تاخذيش صافي نتلاقاو ان شاء الله من هنا 3 شهور التحاليل ديالك مزيان الامور كلها في هذه الساعه مزيانه كان شي تغير كان شي حريق بان لك جديد اولا اتصلي بينا ان شاء الله بالنسبه لهاد النوعيه ديال هاد الالم الراس او هاد الصداع كتميز بانها مزمنه يعني ماشي كتجي على غفله دائما كنشير للمسائل الاخرى اللي كنهضروا عليها اللي كتكون ثانويه كتجي بواحد الطريقه تدريجيه كيعيش بها الانسان ما كاين حتى شي تاثير على الجهاز العصبي ولا غادي تعطي شي تقوليه في الحركه او لا غتعطي شي مشاكل لا هي واحد لاجين يعني واحد المساله اللي كتخلي الحياه ديال الانسان كتبدل وهنا فين كيجي الدور ديال الطبيب المعالج باش يشوف اين النوع ديال الادويه اللي خصو يعطي بالنسبه للشقيقه هي كتميز بواحد النوع ديال الصداع نصفي صداع نصفي فيه واحد النبضات كيحس بهم الانسان وكت شي مرات ما كيكونش غير الصداع النصفي ودوك النبضات كيكون كيتسموا لي سيفالي لي بلوتو لي ميغرين افيك اورا يعني شنو هي لورا هي واحد الاعراض اللي كتسبق المشكل ديال الصداع النصفي اللي هو معروف عند الاغلبيه الناس وهما ديال الشوف كيحس الانسان بواحد لاجين في الشوف ديالو اولا كيحس بواحد بحال الضو كيضرب له حدا عينيه عاد كتجي النوبه ديال الالم كيفاش وقع باش بدا هذا الحريق الدرات وجع على بغته ولا جاب شويه بشويه تخلعت واحد الخلعه تخلعتي واحد الخلعه ومن موراها ولا راس ديالك كيضرب ومن غير هذا الحريق ديال الراس عندك مشاكل اخرى ديال الصحه عندي السكر عندك سكر بوحدو سكر وطونسيون يعني كتاخذي الادويه ديال السكر وكتاخذي الادويه ديال الطونسيون الكوليسترول تري بيان دونك الا بغينا نهضروا على هذا الحريق ديال الراس فين عندك بالضبط في الجمجمه ديالك فين عندك هنا كيشد لينا في الوضري تيحرقوني عينيا وهنا العصب كيشد ليا تكتافي تكتاف
ملي كيكون عندك الحرق ديال الراس ما كتبغيش تسمعي كاع كنبغيش نسمع كاع الهضره حدايا نهائيا وكتبغي واحد البيت اللي يكون مظلم اه ما فيهش صداع نهائيا حتى من الشمس ما كنبقاش ما كتسمعيهاش قبل ما نقلبوها ونقلبوا التحاليل وداك الشيء اللي كاين اللي كيتبع بين بان الا لاحظتي ان اشاك فوا كيجيها الحرق كيكون الحاله النفسيه ديالها مضطربه والطريقه باش كتوصف لنا هاد الحرق ديال الراس كتوجهنا لواحد النوع ديال واحد الحرق ديال الراس مزمن كنسميهم لي سيفالي دو طونسيون اللي هما نوع ديال صداع ديال الراس كنسميوه ديال التوتر النفسي لان هنا كيكونوا العضلات اللي كتشنج وكتعطينا هاد النوعيه ديال 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 حرق الراس. هاد الالم ديال الراس ديال التوتر كيتميز بانه عنده الطريقه فاش كيتفرق فيها على الجمجمه. هنا هادو هما النقاط اللي حنا كنرتكزوا عليهم. مثلا شقيقه عندها غير صداع نصفي هذا كيكون كيشمل تقريبا لا بواط كرانيان كامله اولا كيقط هاد المنطقه هادي من هنا وشي مرات حتى العنق. وكاين واحد النوع كيشبه له حتى هو كيكون كيبدا بالعنق وعاد كيطلع للجمجمه. المهم من هادشي ان الطبيب كيدير التشخيص ديالو على حسب التفريقه وعلى حسب الطريقه باش كيجي بها هاد الحريق. النقطه الثانيه اللي كنركزوا عليها دائما هي واش هاد الحريق قديم او لا جديد. هذه نقطه مهمه بزاف. واش هاد الحريق ديال الراس كيكون مثلا عنده اعراض اخرى مثلا نقص في الشوف عنده تقيؤ عنده هادو نقط اللي هما شويه كيكونوا كيثيروا انتباه ديال الطبيب المختص لان كيخصهم واحد لو سويفي من بعد خصهم واحد طريقه العلاج مختلفه على الطريقه ديال الحريق الراس اللي هو مزمن. التخطيط ديال السيده الحمد لله مزيان ما كاين حتى شي مشكل لان حنا كنلاحظوا دائما واش كاين شي فرق ما بين المخ غنقولوا ديال اليمين والمخ ديال الشمال. الحمد لله سي ان تراسي كي تري بيان نورمال سيمتريك ما كاين حتى شي مشكل. يعني غادي نستنتجوا بان هذوك المشاكل اللي هضرات عليهم ديال التركيز هما مشاكل ناتجين على الحاله النفسيه ديالها. حنا غادي ندوزوا دابا للمرحله الثانيه على حساب الحريق ديال الراس. دونك الحمد لله ما كاين شي حاجه اللي صعيبه متفقين بحال اللي شرحت لك درت لك هذا درنا هذاك التخطيط باش نحيدوا الشك من النوبات اللي كيجيو ديال التركيز وديال السهوه. التقليبه ديالك الحمد لله مزيانه. الحريق ديال الراس قديم باش بدا وكاين العامل النفسي اللي طاغي على هاد على النوبات اللي كيجيو. يعني دائما ملي كيكون واحد العامل النفسي كيجيك الحريق ديال الراس. دابا انا غادي نعطيك تحاليل ديال الدم لان انت واحد السيده اللي عندك طونسيون عندك سكر عندك مشاكل اخرى خصنا نتاكدوا بان هاد النقط حتى هما مزيانين الضغط عندك مزيان بالدواء اللي كتاخدي. غنعطيك واحد الدواء غير هو الدواء اللي غادي نعطيه لك حيت انت كيجيوك النوبات متكررين بزاف. غنعطيك واحد الدواء اللي تاخديه يوميا بغى يكون عندك الحريق ولا ما يكونش والدواء الثاني اللي تاخديه حتى يكون عندك الحريق. يعني لو تريتمون دو فو اللي غادي نعطيك واحد الدواء اللي تاخديه باستمرار غنختاروا تاخديه في الليل والدواء الثاني حتى يكون عندك الحريق عاد خديه. وغالبا ملي كتجاوبي مع الدواء الاول ما كتحتاجيش تاخدي هذاك الدواء ديال النوبات. يقدر المفعول ما يبانش في الايام الاولى حيت الدواء كيحتاج شي شويه ديال الوقت. من هنا ل 10 ايام ان شاء الله حاولي ترجعي لعندي باش تجاوبيني كيفاش بقيتي بالدواء. واذا وقع شي مشكل ولا ما جاش معاك الدواء ولا دارك مضاعفات في هذه الايام هذه اتصلي بالعياده ان شاء الله. صافي. بالنسبه للحريق ديال الراس اللي كيكون داخل في واحد المشكل واحد اخر غادي نبدا بليبرتونسيون انتراكرانيان بنين. هذا المشكل هذا كيهمنا حنا لي نيورولوج اي لي زوفتالمو الاطباء ديال العيون وجراحه العيون. علاش؟ لان هذا واحد الحريق ديال الراس اللي ما غنقولش خطير هو ما كاين حتى شي خطوره ولكن المشكل الصعيب ديالو ان الانسان الا هملو يقدر يفقد النظر ديالو. علاش؟ لان كيكون واحد الضغط في الدماغ اللي ما عندوش واحد السبب اللي باين. يعني ملي غنديروا التشخيص ديالنا غنديروا لي راديو سورتو غنديروا لي غام غنشوفوا العروق اللي كاينين في لي غام غنشوفوا كلشي نلقاو بان ما كاين حتى شي مشكل ما كاين لا ورم لا حتى شي حاجه ولكن كاين واحد الضغط. هذاك الضغط كيقدر يكون السبب ديالو هرمونات كنلقاوه اكثريه عند النساء كنلقاوه اكثريه عند النساء اللي عندهم وزن زايد او النساء اللي عندهم مشكل هرموني اضطراب في الهرمونات.
الدور ديال الطبيب ديال الأوفتالمولوج ديال العينين كيقلب لنا ان القاعد العين باش كيشوف لو نيروبتيك يعني العصبه ديال الشوف واش عليها ضغط او لا لا. بعض الحالات فين الحريق ديال الراس يقدر يكون ناتج على مشكل في الراس، وهذيك الساعات الطبيب ديال العينين الدور ديالو هو تشخيص هاد الاسباب. تيكون هاد حريق الراس تيكون بالاخص في الصباح ملي تيبغي يفيق تيجلس تتجي كتكون معاه شويه ديال الدوخه، تقدر يكون معاه شويه ديال الردان. وفي هاد الحالات بعد المرات ملي تيحلي راسو تيهز راسو تيبدا يبان ليه بحال الظلام يسمو لي زاموغوس ترانزيتوار، في هاد الحالات تيخص الطبيب ديال العينين يقلب القاع ديال العين تيلقى فيه العصبه ديال العين منفوخه، وديك الساعه تنطلبوا واما الراديو باش ياكد لينا ان العصبه ديال العين منفوخه بحال لو سي تي لونجوغرافي، ولكن بالاخص كنطلبوا لي غام اللي تتبين لينا اشنو هو السبب، واش كاين طونسيون طالعه في الراس ولا كاين ورم في الراس اللي خاصو العلاج. ديك الساعه تنوجهوا المريض يا عند النوغولوج يا عند النوغوشيرجان اللي غيتكلف بهذا المرض. راسي بداني برمضان، انا قلت واقيلا حريق عادي ديال رمضان، كيجي ديك 3 ايام الاولى كيكون الحريق عادي، بقيت غادي وكيتزاد عليا غادي وكيتزاد عليا الدرجه ديك السيمانه الاولى ديال رمضان، ديك الايامات الاخرى ما بقيتش قدرت نكمل الصيام صافي، وكنبقى داك الحريق اللي في راسي كنبقى نتقلب في الارض بداك الحريق، ما بقيتش كنتلي بغا شي حاجه في راسي صافي. بقيت هكاك قلت انا مع رمضان مشيت دوزت على الطبيب عام، قال لي عندك الشقيقه، خرج لي الدواء ديال الشقيقه، خرج لي، قلت له ما كنعش لا الليل لا النهار، ما كيجدينيش النعاس بالحريق. خر عطاني الدواء ديال الحريق وعطاني الدواء ديال النعاس، كنعس ولكن كتوصل لجوج ثلاثة ديال الليل كنبقى باركه حتى 6 صباح الحال، كنشرب هذيك الفندة ديال النعاس كنعس واحد نص ساعه كنفيق عاوتاني كيجدني الحريق صافي، كنبقى نبكي ودموعي ما كيتحبسوش من داك الحريق اللي في الراس صافي. بقيت هكاك شويه تكالم ليا ثاني مع الدواء، بقيت مده 3 سنين وانا بحال هكا. مشيت دوزت عند طبيب اختصاصي ديال الراس، قال لي مع دار لي الشبكه، قال لي ما عندك والو عندك الشقيقه، حتى هو خرج لي الدواء ديال الشقيقه، بقيت كنشرب فيه صافي. واحد لقيته داك الحريق ديال الراس بدا غادي كيتنقص، قلت انا صافي الحمد لله ما بقاش كيحرقني بزاف، ولكن عيني بداو مره كتجيني الضبابة على العينية، والحريق شويه وانا نقول غنمشي ندوز على العينين، يمكن هذا الحريق ديال الراس من العينين. جي دوزت عندها قالت لي غديري واحد ليريم، مشيت درتو، من درت هذاك ليريم قالت لي راه خصك تمشي تنعسي، قالت لي راه الماء بزاف كثر لك في راسك خاصو ضروري تحيد صافي. ملي مشيت داروا لي واحد التحاليل نعست تما سيمانه وخرجوا لي الدواء وداكشي، والحمد لله بقيت تبع الدواء اللي عطاوني تما باقا متبعه دابا، والحمد لله الحريق ما بقاش فيا. حتى الواحد خاصو يتخلع ملي يكون عنده حريق راس، اولا الا كانت العين حمراء وتتعطيه صداع خاصو يتخلع ويمشي عند طبيب تاع العينين. الا هاد حريق راس كيجيه في الصباح ملي تيفيق وما تيحيدش وما تينقصش ملي تياخذ الدواء ديال حريق راس بحال باراسيتامول ولا ما تينقصش حريق الراس، ولا الا كان شي واحد عنده لا ميغرين من قبل، الا تبدل الشكل ديال حريق راس خاصو يتخلع. الا بعد مرات كيمشي ليه الشوف تتجي بحال كيولي الظلام وعاد كيرجع ليه الشوف تنسميو لي زاموغوس ترانزيتوار، في هذه الحالات خاص الواحد يتخلع ويمشي يدوز باش يشوف منين جاي هذا المشكل ديال حريق راس. الفكره ديال انشاء هذا المركز وسط مصحه الامراض الروماتيزم المستشفى الجامعي بالدار البيضاء بن رشد بالدار البيضاء، كانت فكره اللي جات ملي كنا تيجيونا بعض الحالات اللي تنستعملوا جميع امكانيات الادويه وما تتكونش نتيجه، المريض تيبقى عنده الالام.
قلنا علاش ما نشوفوش مسائل اخرى غير الادويه اللي تعطي نتيجه وتنقص من الالم ديال المرضى. زياده على عندنا بعض حنا في كم الامراض ديال الروماتيزم غالبه المرضى ديالنا تيكون واحد السن فايتين 50 عام 60 عام تيكون عندهم امراض مزمنه تنقدروا ما نقدروش نعطيو بعض الادويه اما نخسروا لهم سكرهم الطونسيون ديالهم ما نطلعوا عليهم. جات هذه الفكره ديال باننا نشؤوا مركز اللي يكون الهدف ديالو هو تخفيف الالام عند هاد المرضى بدون استعمال الادويه. صباح الخير، لاباس عليك؟ كلشي باغي تفضلي هنايا. دونك غنبداو نديرو الحصة ديالنا اليوم، ياك؟ إن شاء الله. غادي تحيدي لي الشال ديالك، وغادي نبداو نعاودو نفس العملية اللي درنا ديك المرة. دونك بالنسبة للمرضى اللي كيوصلوا لعندنا، أغلبية الوقت كيكونوا دازوا عند سبيسياليست، الأغلبية النوغولوغ اللي هو اللي مختص بالدماغ، بسبب هاد الحرق الراس اللي عندهم، واش ميغرين، واش سيفالي، كيشخص بالتفصيل شنو عنده. ومن بعد كيدير العلاج ديالو، كيقترح المرض الدواء اما الكينات اما الجراحه على حسب شنو اللي لقى. ومني كيكمل العلاج ديالو كيبقى واحد الالم كنعتبروه الم مزمن، ديك الساعه كيصيفط واحد الرساله كيشخص بالضبط شنو عن المشكل ديال المريض، عاد كيصيفطوا ليه هنا لونيتي دو لا دولور. مني كيجي هذا المريض هذا كناخذو انا اون كونسلطاسيون كنعاودو نشوفو الدوسي ديالو كامل، وعلى حسب ما بان لينا ديك الساعات كنعطيو حتى حنا اقتراحات ديال الالات اللي عندنا على حسب ما عنده. دونك كاين بعض المرضى غندير لهم مانيتوثيرابي، وحدين اخرين غندير لهم التنس، وحدين اخرين غندير لهم جوج او ثلاثه الحوايج في نفس الوقت. ومن بعد ملي كنكملوا الحصص كنعاودوا نشوفوا المريض في المركز ديالنا وكنديروا ان ايفالواسيون، نشوفوا فين وصل، واش كاين شي نتيجه، واش كاين تحسن، واش هذا هو هذه الطريقه هذه باش كنعالجوا المرضى اللي عندهم شقيقه ولا لا ميغرين بصفه عامه. جيت هنا لهذا المركز وانا جيت كان عندي الام بزاف، والحمد لله ملي بديتو الحمد لله بفضل ديال الدكتوره الحمد لله عطاني واحد النتيجه، نقص عندي الالم بواحد الدرجه ديال 70% 80% نقص عندي. هذه الاله هذه كتستعمل الاكسجين والسي او 2 للعلاج ديال الالم ديال الناس. دونك كيكون البونبونات الغاز كدوز في هذه الاله اللي كتصفيها وكتسخن الغاز ياك، وكنستعملوها باش نعالجوا الناس في البلايص اللي عندهم الالم. دونك كنستعملوا هذه الشوكه هذه كتريغل لاباري. هذه فكرة الحمد لله طبقات في 2015، بدينا غير ببعض الآلات، ومن بعد مع الأعوام قدرنا أننا هذاك المصحة ديال 43 بالمستشفى بلوروش جامعي قدرنا نجيبوا آلات أخرين اللي تتقدر تخفف من آلام ديال المرضى ديالنا، وقدرنا من غير المرضى ديالنا من قدرنا أننا نتحكموا في غالبة الحالات ديالنا وتنخفوا عليهم الآلام. فكرنا ما أكثرنا هادشي بان المركز يقدر يستقبل حالات اخرى اللي يمكن تكون لها علاقه ماشي قريبه بزاف مع الاختصاص ديالنا، ولكن كمثلا لا ميغرين تنقدروا مثلا مادام نقدروا نخفوا عليهم الالام. كاين بعض الامراض اللي تتقيس بعض الاعصاب ديال الوجه، يعني كنقولها فرنساويه يعني نيفراجي دو تريجيمو، هذه حتى هي تتقدر تكون من بين الحالات اللي ممكن نساعدوها ونقدموا لها مساعده. اذا في الاول كان المركز فقط عنده خاص غير بالحالات ديال الروماتيزم، ولكن الحمد لله من عندنا ولات عندنا واحد ليكيب اللي شويه فين الناس خدينا واحد شويه ديال التجربه ودي الخبره قدرنا نحلوا الباب ديالنا حتى لبعض الحالات من غير الحالات اللي عندها علاقه باختصاص ديالنا. السلام عليكم، كي دايره الحاجه؟ لاباس؟ الحمد لله. كي بقيتي شويه؟ شويه الحمد لله. الحمد لله. وحنا اليوم غنديروا الحصص ديالنا، غندير لك كما العاده القوس نفسي عادي مزيان ارتاحي. دونك هاد الاله هادي كنسميوها لا مانيتوثيرابي بولسي، كتساعد الناس اللي عندهم الالم المزمن. هاد السيده عندها شقيقه، دونك عندها اون ميغرين، غادي نلونسيو ليها لو تريتمون ديالها على حسب لانديكاسيون اللي عطانا الطبيب ديالها لو سبيسياليست ديالها. داك لو تريتمون كي عنده واحد التوقيت ديال نص ساعه،
وكنطلبوا من المريض يعاود يجي جوج ثلاثه المرات في السيمانه باش تبان الفعاليه ديال هذا العلاج. خلاصة الحريق ديال الراس مزمن، كان اخذوه بواحد الطريقة مغايرة على الحريق ديال الراس اللي هو جديد او لا غنقولوا ايغو، بحال كيكون الانسان ما عندوش الحريق وكيجي الحريق على بغته، او لا كيكون الانسان معروف عنده الحريق وكيتبدل له النوعية ديال الحريق ديالو، مي كيتبدل وكيتصاحب مسائل اخرى مثلا سخانة تقيؤ النظر كينقص، هادو علامات اللي هي خطيرة وخص الإنسان ما يتهاونش بها.